ولدت المجازر الجماعية التي أحدثتها طائرات التحالف السعودي في منطقة صالة شرقي مدينة تعز حالة من الخوف والرعب لدى من تبقى من ساكنيها، بالتزامن مع الأعمال التعسفية والإجراءات المشددة لميليشيا صالح والحوثي، وأبرزها تقنين حركة الدخول والخروج ونشر عناصرها بجوار المنازل للقيام بدوريات تنصت على السكان. الناس صمدوا، ما في شيء، يرجعوا يدوا لهم إنذارات يعني يخرجوا من البيوت بدون أي سبب، رغم أنه يعني ما فيش مواجهة داخل المنطقة هناك يعني بالفترة هذه، بس كانوا يخرجوا أي واحد يشكوا فيه ويخرجوا، يعني يدوا لهم أوامر قصرية يعني أنه يغادر البيت يغادر البيت، واللي يرفض ولا أخذوا مدينة الصالح. أي واحد يخرج من بعد المغرب أو كذا كان في هناك تجديد على المواطنين، خوفا من أن المواطنين هذان ينقلبوا عليهم، لأنهم كانوا هم يعرفون ويدركون حقيقتهم أن هؤلاء المواطنين لا يمكن أن يصبروا أو لا يمكن أن يبقوا معهم، ويعرفون أن هؤلاء المواطنين قد ينقلبوا عليهم في لحظة أو أخرى. ضرب الربعة الثمن طلقت ضربة ودخلوا قبت مضروب، خذنا كله. أقول كله عند هذا هنا مع دكان، وأقول له كله ضربوا بيت وضربوا الربعة حق بيت حق ابن أخي. قال من تقول؟ هو سامعين. تمام. من تقول؟ ماذا؟ قال كله كله يا ابن أخي ضربوا بيت حق هذاك، ضربوا ثمن طلقته على هذا. قال أنا اللي ضربتها. أنت اللي ضربتها أمراك لله لك، قمشي وقع لي جنابك. حاصروا المنزل ما يقارب من الساعة 7 إلى الساعة 12 في الليل وأنا في المنزل، وحاولوا تطويق المنزل ولكنهم لم يستطيعوا ضبطي أو أخذي، فأخذوا والدي وأخواني وضيقوا على أسرتي. أبو إيمان خلي أنت تبيع ثومة وزوجتك تبيع ثياب. قال دخلني يا ابن أخي دخلني، أبيع أطلب الله على نفسي ما لا. هل أنت داعسي؟ قال كله لا، أنا لا داعسي ولا حوتي، أنا أمشي لي في سبيل حالي، الله تعالى هو الناظر. وحبسني هنا ببيت هذه لا ساعة، مدري ساعتين. قالوا لأصحابه خرج الشيبة يصير يبيع يطلب الله على نفسه. خرج ويخرجني، قال له خرج الله يلعنك. ما بعدين قال كله جزيك الله خير. فهم ناس عديمين الضمير، لا أخلاق لا دين لا مبادئ لا قيم. في أواخر العام 2015 وبداية العام 2016 ضاق الناس ذرعا من تعامل ميليشيا الانقلاب التي صادرت حريتهم وانتهكت كرامتهم وقيدتهم في منازلهم، فما كان من أغلبهم إلا مغادرة المكان، خصوصا الميسورين منهم، فيما بقي الضعفاء والبسطاء يتجرعون مرارة العيش وشظف الحياة في ظل سيطرة الميليشيا على المنطقة. كان النزوح شبه كامل لمنطقة صالة، كان شبه كامل بالحقيقة، فكان يوم مؤلم، ولم يستطع أحد الجلوس في تلك المنطقة إلا الضعفاء أو العاجزين عن التحرك في تلك الأيام. خرجنا ما شلناش حتى حاجة، خلينا أثاثنا بيتنا كل حاجة. نزوح قصري بدون ما يأخذ أي شيء، يعني ياخذ الحاجه الخفيفه اللي فوقه بس، ما سمح لهم ياخذوا يعني ادوات. بالفتره الاخيره ادوا لهم يعني اوامر بالنزوح لانه رفضوا، قد نقول لك انه يخرجوا، فادوا لهم اوامر قصريه بالنزوح، يخرج يعني بملابسه. الحوثي استخدم المنازل المواطنين سواء كان بنزوحهم او بدون نزوحهم، كان دخول المنازل بالقوه، ومن يعارضهم يتم اخذه وسجنه، وليس ببعيد أن يتم قتله أو كذا. شلوني للصالح، هذا معي العديمي وهو، وقالوا لي أطلع أدام سرقون مني 850 ريال مع بطاقة من هنا، وقالوا أطلعوه، قالوا أفتشوه، قالوا أفتشوه واحد يعني زيدي مع سيارة تاكسي، لا قل له علامه ولا هدر له ابدا ابدا ابدا. لا مدينه الصالح نقدكم على واحد قاعي يعني حارسي،
خلي يا شيبة أنت تودي أخضر، أنت تعمل، أنت تترك، أنت تصنع، أنت تفعل. أقول يا رب نسوي كحابة وأنا غلطان وأنا ما نشدري بي، فأنا أستحيل، وإن كان ما ذاك أنت وكيل يا رب العالمين. أخذت الأحداث في منتصف العام 2016 منحناً آخراً من التصعيد على الأرض، وبدأ الخناق يضيق على الميليشيا بشكل أكبر، خصوصاً من الناحية الغربية عند منطقة تعبات وحي المداور والعسكري والجحملية ومنطقة الديم. أثناء ذلك تبادر إلى مسامع الميليشيا مشاركة الكثير من أبناء المنطقة في إدارة مجريات تلك الأحداث، فرصدت قائمة بمنازلهم وعلى الفور أقدمت على تفجيرها بشكل كلي حتى سوتها على الأرض دون اكتراث لما فيها من ممتلكات ومحتويات. استهدفوا بعض المنازل حسب قولهم أن هؤلاء دواعش وأنهم مقاتلين في صفوف المقاومة، فتم التهجم على منازلهم وإخراج أسرهم بل وسجنهم وتهديدهم بالقتل والإبادة، وتم استهداف منازلهم بالتفجير بالعبوات التي كانت شبه تفجير الطيران بما يخص التفجير والصوت المروع بنفس الوقت كأنه ضربة الطيران. كانوا عيالي جالسين داخل اثنين يحرسوا البيت، وبعد جاءوا الحوات شلوهم حبسوهم، وبعد فجروا بيتنا، خرجوا العيال ورجعوا فجروا بالبيت، ما خلوا لناش حاجة، أثاثنا بيتنا كل حاجة الحمد لله. منزلنا فجر يعني 4 دور فجر المنطقة، المنزل الثاني ضربوا طيران أنا جنبك 4 دور برضو منزل أخي، ومعي كريمتي مصابة، معي شهيد بلال الوحش، واثنين جرحى هذا من الأسرة يعني، بالإضافة إلى التهجير القصري. طبعا الأسرة كامل هجرت بداية الحرب يعني، من الأسرة اللي كانت مستهدفة الأسرة كامل هجرت يعني. أكثر ما جروا بعدنا المتحوذين حق الحارة، هم أكثر اللي جروا بعدنا وصلحوا التفجيرات وخرجوا أمر من الحوثة وفجروا به المتحوذين حق الحارة، وكانوا هم وعيالي سعى الأخوة، وبعدها قلبوا علينا. ضعفاء النفوس والمحببين والسراق والمتقطعين وأصحاب اللي يدوروا القات وغيره والمادة، أما الناس العقلاء والفاهمين وأصحاب المبادئ والأخلاق والله ما وجدوهم، وإن جلسوا بينهم لكن كانت قرارة نفسهم أنهم ليسوا معهم، وهم يدركون ذلك أنهم هؤلاء الناس ليس معهم، وكان الضغط عليهم والمراقبة شديدة جدا. أما الناس أكثرهم كانوا مطلوبين أمنيا، أو أكثرهم الذي كان لهم فترة من السجناء، فأكثرهم الآن إلى يومنا هذا ندرك ونعلم جيدا أنه أكثر الذين أنضموا إلى هذه الفئة كانوا مطلوبين لدى الدولة السابقة. رغم تفردها بالسيطرة الكاملة والتحشيد العسكري المكثف في منطقة صالة، لم تصمد ميليشيا الانقلاب كثيراً أمام تطورات الأحداث التي كانت تقترب منها بشكل متسارع. خلصت بمجملها إلى إجبارها على إنهاء سيطرتها على المنطقة والانسحاب إلى التلال الشرقية والشمالية الشرقية المحيطة بها، ومنها بدأت حرباً انتقامية وتدميرية من نوع آخر. هروب بطريقة همجية، ولم يستطيعوا أن يصبروا أمامنا وحاولوا الصعود إلى جبل السلال، فمن هناك كانت هي آخر متارس لهم هي جبل السلال ومنطقة أبعر والكريفة. بعد ما المقاومة تقدمت حصل يعني انتقام غير طبيعي يعني، بالضرب القذائف بالعشوائية كله عشوائي، مش مستهدف مكان ولا حاجة، فأكثر القتلى اللي حصلت هنا في المنطقة صالة أو حسنات ثعبات كله ضرب عشوائي بعد ما المقاومة تقدمت لمنطقة صالة هنا. القصف يعني كان في اليوم 150 هاون 200 هاون ليل ونهار. ضرب الهمجي والعشوائي على مناطق المواطنين الذي ليس لهم فيها فيما يحصل لا ناقة ولا جمل، وإنما هم سكان كجزء السكان في المناطق الأخرى،
تم استهداف منازل بعض المناطق أو بعض المواطنين بالدبابة وهاون 10 وقذائف 106 وبعضها من القذائف و23 وكذا، وتم قتل ما يقارب تقريبا 26 إلى كذا في منطقة النقد المطلة على جبل السلال، اللي السلال المطلة على منطقة النقد. أنا كنت أبكر شاهد البيوت ما أصدق أن عدهن موجودات، أقول يعني على حجم الصوت اللي أسمعه في الليل، ونبكر الصبح وما زال القنص، ما أصحى من النوم إلا وقالوا فلان مات، فلان استشهد، هكذا مرة. عاشت منطقة صالح بعد تلك الأحداث أسوأ مرحلة، مرحلة أغلقت فيها الميليشيا المداخل الرئيسية للمنطقة عن بعد، وعطلت الحياة فيها بشكل كلي لما يقرب من العام والنصف من خلال استهداف كل شيء تدب فيه الحركة. والله إن الكيلو الطماط على الكيلو ما كانوا يحصلوا، يعني بالذات المناطق هذه يعني معتمدة على المدينة، يعني تخرج بصعوبة. والله واحد مرة هنا عشان يطلع لعند بيت أمه فوق خلوه لف على الأقروض كامل من هنا لحسنة، من هنا من ساكن هنا من صالح يطلع يزور أمه خلوه لف لفة كاملة الأقروض ورجع يطلع من الديام ينزل. في نهاية العام 2018 كانت أوضاع السكان في مواطن النزوح أكثر قساوة، حينها قرر الكثير العودة إلى المنطقة رغم خطورة الوضع فيها، فميليشيا الانقلاب لا تبعد عنها سوى نصف كيلو متر فقط. المؤلم في الأمر أن أغلب من عاد من السكان وجد واقعا مختلفا، منهم من سويت منازلهم في الأرض، وآخرون فقدوا كل محتوياتها، ليبدأ أمامهم فصل آخر من فصول المعاناة الحقيقية. كم من واحد يعني في هذه البلاد رجع من نزوحه ويشوف ابنه الذي كان متواجد في هذه البلاد طرحه، يعني يجلس في المنزل يرجع لا عد منزل ولا ابن. كثير من الناس يرجع من النزح من النزوح ولا ملاق لا ابنه ولا بيته ولا عفش بيته تماما، يعني أحرق بشكل كامل. هذا الذي فقدوا يعني كل شيء. نموذج للواقع المؤلم الذي فرضته ميليشيا صالح والحوثي على منطقة صالة، ترجمه محمد الذي دمرت الميليشيا منزله بشكل كلي وتركته وأسرته مشردين حتى اليوم، ولم يجدوا يد عون تمتد إليهم لانتشالهم من واقع مرير يتفاقم يوما تلو الآخر. حاول كثيرا أن يعيد بناء ما دمرته الميليشيا بدءا بالخطوة الأولى، لكن حلمه لم يتحقق بعد. وإحنا أسرة كبيرة، عيالي مزوجين ثلاثة، معي 5 شبان بزواجة، عيالي معهم دوهال كلهم. اثنين قتلهم وعشر لهم من سوق الصين، وحال أول قتل بحضر أشرف أول ما دخلوا الحويتة، والثاني قتل شلموه من سوق الصميل يعني من سوق الصيد، وقتلوا بالشماسي وشلوا المتر عنه، كان معه متر حقق الأول اللي قتل، شلوا المتر قتلوا الوليد وقزعوه. سرقوا الأثاث، كان معانا دوالي بدولة بلا الساق، دوالي بكبار، كان معانا أثاث غسالات ثلاجات، كان معانا كل أثاثنا داخل، ما شلناش حاجة، ما شلناش، خرجنا شلنا لنا بدلات، قالوا لنا اسبوع بس ونرجع. اضطريت ان انا اعمل لي حتى غرفه ولا اثنتين اسكن انا وجهالي. رحنا نسكن بيت واحد ولا بيت واحد شارع عدن. ده الحين كل ساعه اقول لنا اخرجوا من بيتي، اخرجوا نشربوا حبيتي، اخرجوا من بيتي، واحنا ما بغينا نسير. شلنا ذهب نسوان عيالي وذهب بنات احليائي. وكان معانا أرض بصابين رهني. اشترينا الحجار وسمنت
والشقات وشقينا للشقات واشترينا الحجاب. ما قدرناش نخلص. الله ما قدرناش نخلص. باقي معانا عمدان وقواطع والسقف ما عاد احنا شقادين. ما عبر ندينا طربال عمل لنا جماعة مرابيع ودينا طربال وطربنا ولقى صاحب البيت قال لنا اخرج مش نخرج. بس عمل لنا طربال وطربنا وسكننا. اين نسير؟ لم تقف حجم المعاناة في هذه المنطقة عند حدود الدمار والخراب اللذان أحدثتهما الميليشيا الإنقلابية أثناء المرور الفعلي، بل تفاقمت عقب ذلك المرور بشكل أكبر من خلال عمليات القنص المنظمة والقصف العشوائي، ناهيك عن الحصار المميت الذي لا يزال مفروضا عليها إلى اليوم. لا يوجد في منطقة صالة إلا شهيد أو جريح بسبب همجية الحوثة الذي إلى يومنا هذا ما زالوا يستخدمون أخبث وألعن الطرق لاستهداف المواطنين النازحين. عندهم مرض إنه هذا نزح من عندنا إلى منطقة كذا أو كذا فهذا يعتبر مقاومة أو كذا. لا يريدوا هذه المنطقة أن تعيش في سلام. يشتي أقرن بالراعي وبالطفل وأصحاب المدارس وكله، يعني يشتي يقتل أكثر عدد، يشتي يبتر أكثر عدد ممكن من أصحاب تعيس. بأي مكان يحصلوا ضربة يعني يرجعوا فوق الأهالي قنصوا ضربة عشوائي كانتقام كذا بلا سبب. أحيانا تكون الجبهة هنا هادية وما في شيء حاجة، في بس الغربية مثلا يعني حصل تقدم المقاومة وحصل هذا خلص نعرف إنه في تقدمنا، نعرف إنه بنحصل يعني نصيبنا هنا بالضرب العشوائي والقنص. ما زلنا إلى يومنا هذا نعاني منهم من القنص والضرب. والله ما يأتي يوم ولا ساعة تقريبا وأنتم تلاحظون في هذا الوقت الآن يمكنك أن تنزل إلى بعض المناطق ستلاحظ القنص المباشر عليك وقد تستهدف. انتقام بس، انتقام. ما بشر ما يعني ما مش مطالبين بحكمهم ولا بسلطة، هم يعني يدوروا ينتقموا من الشعب، ينتقموا من المواطن هذا المسكين والضعيف ولا مو معهم مو على مو يقاتلون. هذا الحوثي يعني مجرم لا يخاف لله ورسوله، نعرف إن الحوثي مجرم، نقول حسبي الله ونعم الوكيل على. خلاصة القول أن واقع الحياة اليوم في منطقة صالة شرقي مدينة تعز هو الأسوأ والأقسى والأمر على مستوى المدينة، واقع تشاركه التحالف وميليشيا الإنقلاب على حد سواء. صحيح أن هناك حركة تدب رويدا رويدا، لكنها تفتقر لأبسط مقومات الحياة، والجميع يعيشون في أوضاع معيشية ونفسية صعبة للغاية. وما زلنا ساكنين في بعضنا لعدم تواجد المادة للاستئجار أو التنقل من مكان إلى مكان، وأكثر من يقوم بالتنقل من أو النزوح من مكان يتم استهدافه بالعيار الثقيل أو بالمتوسط من قبل جبل السلال المطل على منطقة صالة. لازلنا نعاني من الحصار لحد الآن. شوف مدارسنا مغلقة لحد الآن، ندرس داخل بيوت، الأطفال ما يعرفوش يمشوا أحيانا يعني من القنص من هذا. التوق بصعوبة يعني نتيجة لوجود الميليشيات في تبة السلال والقعشة. المنظمات ما تطلعش عندنا، يقول لك هذه منطقة يعني هم جاءوا يغوثوا المنكوبين ولا يغوثوا الذي هم. لحد الآن المنظمات يعني نادر ما تطلعنا، ما يطلعوش خالص يعني. العالمية حتى طلعت مرة وعملت مسح على نص السكان. أنا يعني أتكلم هذا على مسؤوليتي إنه نص السكان الموجودين أكثر من 500 أسرة الآن في المنطقة بدون إغاثة نهائيا. يعني في المربع على مربع صالة 500 أسرة، 490 أسرة بالضبط بدون إغاثة نهائيا لحد الآن. فالمنطقة هذه عانت الكثير من الظلم الجائر على هذه المنطقة، سواء كان بالضرب الطيران أو استهداف المدنيين من قبل الحوثة في المنطقة أو من قبل المنظمات التي استقصت منطقة صالة التي هي خط نار وخط مباشر يتم استهدافنا من جميع الجهات وخاصة في الوقت الحالي. المشاريع في معانا مشاريع مياه معطلة يعني خربت على أثر القصف وأثر هذا. عندك المشروع هذا اللي تحتاق الماء ومشروع حسنة يعني نتيجة للضربات وهذا
دمر، لأن نعاني من هذه الأشياء، نعاني من إيش نقول عادة الحياة يعني تدريجيا، لكن الحمد لله رب العالمين.